التنس لعبة فردية صحيح، لكن بتحتاج مجهود وتعب فريق عمل علشان تخلق بطل. وبتفضل الأمهات هي أول فريق عمل لأولادها، هي أول نقطة فوز في حياتهم، هي أقوى سيرف في مسيرتهم، زي ما هنشوف في حكايتنا النهاردة في البطولة أمهات. معانا النهاردة بطلة جديدة من بطلاتنا هتحكي لنا عن قصة كفاحها في لعبة التنس. نتعرف بيكي. أنا داليا، مامة عمر وليلي. عمر 13 سنة وليلي 10 سنين، بيلعبوا تنس. ليه اخترتي لعبة التنس بالذات؟ الحقيقة اختياري لعبة التنس في الأول خالص كان صدفة، إن عم أولادي بيلعب تنس وأخدوا مرة يلعبوا معي، فعمر فوجئت إن هو بالفطرة كده بيعرف يلعب كويس قوي. فبعد ما لعبوا شويه مع عموم لقيت ورايا بيقول لي ما تلعبيهوش حاجه غير تنس، لان الحقيقه كنت في الاول متشتته بين العاب كتير. باباهم اصلا بيلعب هوكي وبطل هوكي وفي منتخب مصر، فطول الوقت كانت دماغي متوجهه في الاتجاه ده، لغايه ما اتفاجئت ان عمهم بيقول لي لا هو موهوب جدا في التنس وما ينفعش يلعب حاجه تانية. فكانت دي البدايه وابتدينا ندربه. كان يمكن عنده ساعتها عمر 5 سنين، كان صغير قوي وكنتش متخيله ان الموضوع هيبقى يعني زي ادمان في حياتنا بالطريقه دي بالقوه دي. ابتدى يلعب من هو 5 سنين، واحنا دلوقتي عن 13 سنه، يعني انا تقريبا بقالنا 12 سنه بنلعب تنس. اخته الصغيره دي بقى جت باي ديفولت، يعني هو في الملاعب وهي بره طول الوقت لغايه ما تمت 4 سنين، فالكابتنز قالوا لي لا دخليها خلاص، هم هي كفايه قوي عليها فرجه من بره، هتخش وتكمل مع اخوها. وكانت هي دي البدايه. والحقيقه من ساعتها حسيت قد كده ان التنس فعلا بقى ستايل واسلوب حياه، يعني بقى داخل جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه. الولاد مشدودين جدا جدا للعبه دي، مؤثره جدا في حياتهم، يعني اكتسبوا صفات كتير جدا 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 من اللعبه دي. فحسيت ان هي قد كده يعني خلاص بقت لايف ستايل زي ما بنقول، ومش ندمانه خالص ان احنا اخترنا لعبه التنس الحقيقه، لان فعلا هي لعبه مبهره. يعني انا بقيت حاسه ان انا اللي مامي، انا اللي ادكت للعبه دي، مش هما بس اللي ادكت للعبه دي. انا اسمي ليلي احمد صلاح، بلعب تنس في النادي الاهلي. واللي حببني في التنس ان اللي انا نفسي يعني ابقى بطله زي مثلا سيرينا ويليامز وشاربوفا اللي بيلعبوا بره، نفسي اسافر والعب زيهم. وماما بقى كانت دايما هي اللي بتحببني في الماتشات وكده، وهي اللي علمتني يعني مثلا ما تنرفزش لما اخسر، ولا لازم اسلم على اللعيب اللي قدامي، ولا ينفعش ما اسلمش عليه، لازم اسلم عليه. انا اسمي عمر احمد صلاح، انا بدات التنس تقريبا وانا عندي 4 سنين ونص. اللي حببني في التنس ان انا كان عمي بيلعب تنس، هو مازال بيلعب تنس، فهو كنت ساعات كتير اروح النادي الاقيه بيلعب. كنت لعبه يعني جذباني شويه ان انا اقعد اتفرج عليه، حبيتها. كنت دايما لما اروح عند جدتي يوم الجمعه نتقابل مع العيله، كان دايما هو يقعد يشغل ماتشات التنس، وعجبتني اللعبه، عجبتني فكره ان انا اقعد العب، يبقى في ناس تتفرج، ناس بتشجع، ناس مبسوطه من اللي احنا بنعمله. فقلت خلاص انا لازم اجرب اللعبه، اجرب العب رياضه. فابتديت التنس، فابتديت تقريبا لعب وانا في نادي مدينه نصر، كان قلت عن نادي هنا. ابتديت ان انا كابتن احمد ابراهيم هو اللي اسس لي التنس هنا. لما كبرت شويه كابتن مصطفى صابر، كابتن ديشه، هو اللي مسكني. دخلت فريق الامل، اشتغلت على نفسي اكتر شويه. كانت التمرين اصعب لفتره، كانت محتاجه اشتغل تمرين اصعب، اشتغل فتره اكتر، ازود الفتنس، ازود وقت تمرين التنس. ابتديت برضو اركز موضوع الاكل شويه، يعني مش مركز فيه لحد ما قوي يعني، بس يعني على ما هناك انا بحاول اظبط اكلي شويه. برضو موضوع النوم لازم نبتدي نركز فيه. هنتكلم عن عمر احمد صلاح. هو لعيب مواليد 2006، ولد كويس جدا. انا شخصيا بحبه الولد ده، اخلاقه كويسه، نفسه يبقى حاجه كويسه في التنس. بدايه معرفتي بيه تقريبا من حوالي سنه ونص، كان في جروب فريق الامل. الولد ما شاء الله عليه هايل، بيسمع الكلام طول الوقت، بيحاول ان هو يطور من نفسه.
بيتفرج على ماتشات، دايما يجي يقول لي انا شفت مثلا لعيب في بطوله معينه بيعمل حركه كذا، انا عايز اتعلمها، عايز اطور من نفسي شويه. حقيقه انا لما لقيت الولد مهتم ده شدني ليه اكتر، بدات اتكلم معاه اكتر، بدانا نركز في تماريننا شويه، زودنا التمارين، حطينا هدف قدامنا ان هو يوصل ويعمل رانك كويس ويبتدي يدخل في الفريق، على اعتبار ان فريق الامل ده اللي بيجهز للفريق بتاع 12 سنه. فعلا بدانا الموضوع، الولد ابتدى يبقى ملتزم في تمارينه، بدا يظبط موضوع اكله شويه، ابتدى يهتم بالفتنس بتاعه. الحمد لله كل ده انعكس بقى عليه بنتائج كويسه، بدانا نحقق في البطولات، بدا ترتيبه يبقى احسن شويه. جينا في اخر الموسم اثناء اختيار بقى الفريق بتاع 12 سنه، طبعا الولد كان من الناس المرشحين واتقبل فعلا وبدا معانا، واول ما دخل الفريق شارك في ماتشات سنجل وماتشات دبل واثبت نفسه بصراحه، واحنا هنفضل وراه لحد ما يطور من نفسه ويوصل المنتخب ويبقى حاجه كويسه ان شاء الله. انا دخلت فريق الامل، هم اختاروني من مدرسه متميزه عشان مستوايا كان كويس، يعني كنت اقدر ادخل انافس مع الناس اللي هناك. مرنت مع كوتش ليشا، كان من احسن المدربين تقريبا اللي عدوا عليا في التمارين، حسن لي مستواي، وكان طبعا مع مدربين فتنس ومدربين اللي بيشتغلوا تحتيه كان كويسين لدرجه ان هم علوا مستواي فتره، يعني حاجه مده كبيره قوي. ابتدى يقول لي ادخل بطولات، دخلت بطولات، كنت بدخل دور التمهيد اللي هو الكوالي، كنت دايما اخسر، بس ما كانش هو دايما بيزعق بقى ولا يقول لي خسرت ليه، ما كانش بيحط عليا العقاب، ان كانت لسه تقريبا اول بطولات تحت 12 سنه ليا، كانت طريقه لعب جديده، ناس جديده، ناس جسمهم اقوى مني، فكان دايما يحفزني ان انا اشتغل اكتر. بعد فتره ما كنت بخسر كتير دي وقفت شويه بطولات، ابتديت اركز في تمريني، اركز ان انا احضر تمارين اكتر، ما فوتش تمرينه، اجي على ميعادي ما اتاخرش كتير، لو اتاخر يبقى حبه صغيرين، ان ما فوتش جزء التسخين من التمرين عشان ما يجيليش اصابات. بعديها ابتديت ادخل بطولات تاني، كنت برده ادخل دور التمهيد اللي هو الكواليفيكيشن راوند، اكسب الكواليفيكيشن راوند، اطلع المين درو، بطلع المين درو ممكن اكسب ماتش واخسر، فده ما كانش بالنسبه لي حاجه عشان انا ابتديت اكسب. مره في البطوله في الثانيه لما ابتديت اكسب 3 4 ماتشات كده في كل بطوله بقى ليا رانك ترتيب، فالرانك ده بقى يدخلني ممكن ادخل المين درو على طول. بدات اكسب شويه في المين درو، اوصل مثلا كوارتر فاينل او سيمي فاينل واطلع، فده كان بالنسبه لي حاجه كويسه. بس لحد ما طلعت 14 سنه برده فكره الناس مختلفه والاحجام مختلفه، ابتديت اخسر في الاول، بس برده الموضوع لحد ما قل وبقيت اكسب شويه ماتشات تانيين لحد ما هبقى اوصل زي ما عملت تحت 12 سنه. حضرتك تربوية ومديرة في مدرسة، إزاي شفتي أهمية الرياضة مع المذاكرة ومع الأعباء الإدارية اللي عندك؟ الحقيقة بالخبرة والشغل مع الأطفال لمدة طويلة قوي في المدارس، والواحد بيشوف examples كتير قوي قدامه من الأطفال، اكتشفت حقيقي إن الرياضة هي تقريباً العلاج لـ 90% من مشاكل الأطفال النفسية والجسمانية، وبتبقى سبب وحافز قوي جداً لتميزهم في المدرسة، وان هي كده مقوله ان الناجح ناجح في كله، واللي عنده قوه شخصيه بتظهر في كل حاجه في حياته. فمجال الرياضه عامه من اهم المجالات اللي فعلا بتثقل الجزء ده عند الطفل، وبتزود ثقته في نفسه، وبتزود احساسه بالمسؤوليه، بتزود احساسه بانه عنده مجال صحي جدا بيطلع فيه طاقته كلها. لان الولاد حقيقي في السن ده احنا يمكن عشان كبار ما بنبقاش قوي حاسين بده جواهم، بس هم عندهم جزء من الطاقه اذا ما طلعش صح واتفرغ صح للاسف بيطلع في اشكال كتير جدا بنشوفها، ممكن عدوان ضد اصحابهم، ممكن عزله، ممكن فرط حركه ساعات، وده بيأثر على تركيزهم في المدرسه وعلى ادائهم عامه، ما بيبقوش عارفين ازاي يتعاملوا مع زمايلهم في المدرسه وفي الفصل. الاطفال اللي مش بيتربوا في ملاعب وفي رياضه، انت بتقدري تفرقيهم عن الاطفال اللي طالعين في بيئه رياضيه وصحيه. فانا لقيت ان ده يعني فعلا عامل مؤثر جدا واساسي جدا، وانا بعتبره علاج لمعظم الاولاد اللي عندهم مشاكل
مش هقول نفسية بس ليها علاقة بالتعامل بين الأطفال وبعضهم يعني. فهي فعلا حاجة يعني أنا مش ندمانة أبدا إني دخلت أولادي رياضة، ولو رجع بيا الزمن كتير برضو هدخل أولادي رياضة. أرضو إن هي بتخلي اللايف ستايل صعب شويتين مع وجود دراسة، والحمد لله هم متفوقين في الدراسة، وإن إحنا بنحاول على قد ما نقدر يعني البرفورمنس بتاعهم في المدرسة يبقى كويس ويكونوا محققين تارجت معقول. بس عشان تكيف ده مع مستوى رياضة معين مع لايف ستايل معين هو مش سهل، وهو قرار مش سهل. وللأسف في أمهات كتير بتستسهل بدري شوية تقول لك لا أنا ما أقدرش، طب أنا هلعب رياضة في الصيف بس وبعد كده في الدراسة أنا خلاص مش هلعب. بس حقيقي المجهود اللي بيبذل من الأمهات في إن هم تكيف الرياضة بارلل مع الدراسة طول الوقت ده بيخليهم فعلا النتيجة اللي في الآخر لا هي تستحق العناء والمجهود ده. هنتكلم عن البنت النهاردة ليلي أحمد صلاح، هي بنت مواليد 2009. البنت أنا بحبها جدا، مكافحة ودايما بتعمل مجهود وعايزة تبقى حاجة كويسة. البنت برضو لعيبة باليه شاطرة جدا، أنا دايما واقف معاها في موضوع إن هي هتبقى لعيبة كويسة وبحاول أعمل معاها سبورت على قد ما أقدر، وبصراحة هي بتستجيب لده طول الوقت. بدأت تشتغل على الفتنس بتاعها وعلى التنس، وبدأت تزود عدد تمارينها. بدأت تشارك في بطولات جرين من فترة قريبة، حققت فيها مراكز هايلة، منهم مثلا بطولة أهلي مدينة نصر، لسه البطولة خلصت من يومين تقريبا، حققت مركز أول. البنت أدائها ممتاز بقاله فترة، فأنا متوقع لها إن شاء الله نتائج كويسة وهايلة. وأكيد أكيد لما البنت تتم العشر سنين أكيد هتبقى في الفريق إن شاء الله معنا. بتمنى إن هي تكمل بنفس الأتيتيود بتاعها بنفس تركيزها، وإن شاء الله اللي جاي ليها أحسن. قولي لي الرياضة أثقلت شخصيتهم في إيه تاني، وخاصة لعبة التنس غير في الحاجات اللي انتي كلمتينا عنها؟ هي الحقيقة من أول ما ابتديت لعبة التنس دي وابتديت أحتك بالناس البروفيشنال قوي في التنس قالوا لي الحقيقة انتي اخترتي أصعب الرياضات. In general الرياضة الفردية بتبقى من أكتر الرياضات اللي بتأثر قوي قوي في شخصية الطفل، لأن هي ليها يعني زي ما بيقولوا سلاح ذو حدين، فيها جزء بيخليه دايما حاسس بأن مسؤولية المكسب أو الخسارة أو أي performance هيتعمل جوه الملعب فهي مسؤوليته كاملة. يعني مفيش فريق بيرمي عليه مسؤولية ان انا كسبت عشان الفريق لعب حلو، او ان انا مسؤولية ان خسرت عشان حد غيري لعب وحش. فدايما هو بيبقى حاسس انه هو المسؤول الاول والاخير عن الاداء جوه الماتش من اوله لاخره. وعلى فكرة هي مش سهلة خالص على الطفل وهو صغير ان هو ينزل الملعب ويبقى يعني محط انظار كل الناس اللي بيتفرجوا على الماتش وكل البارنتس موجودين. العملية ستريسفل على فكرة ومش سهلة، وأنا ما كنتش حاسة قوي كده غير لما أنا اتحطيت في التجربة دي وبقيت أشوف ابني هو في الملعب وبقى عارفة قد إيه هو قلقان وحاسس إن الناس كلها بتتفرج عليه. فالأول كان بحس إنه يعني دايماً أي حد بيلعب تنس معروف إن أداؤه في التمرين بيبقى حاجة، وساعة الماتشات بيبقى الأداء مختلف تماماً. يعني ممكن الطفل يبقى متميز جداً جوه الملعب في التمرين في وسط المكان بتاعه الكومفورت زون زي ما بيقولوا، مدرب بتاعه في ملعبه وزمايله، وتلاقي performance مختلف تماما في الماتشات. ده بيكون بسبب انه حاسس انه محط انظار الناس، المسؤولية محطوطة على عاتقه، فبالوقت هو بياخد على ده وبيبقى ده لايف ستايل وبيبقى متعود انه هو يبقى هو السبب او هو المحور الاساسي في اللي حاصل. هو شايل مسؤولية الماتش، كسبان خسران، مفيش شماعات كتير نعلق عليها اخطائنا، مفيش فريق اقول هو اللي خسر او هو اللي كسب. فدي بتزود قوي قوي احساسه بالمسؤولية وبين قوي 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 في شخصية اللي بيلعب تنس. وفي نفس الوقت ممكن تبقى سلاح ذو حدين، لان هي ممكن شويه لو الواحد ما تنبه لهاش بطريقه مظبوطه تقلب غرور، لان ممكن يحس انا السبب في المكسب، انا شاطر، انا بحقق مكاسب، انا بعمل. فلو ما تهندلتش بطريقه صح من البيرنتس ومن المدربين بتوعه ممكن قوي قوي يطلع شخص مغرور او يطلع شخص
هيزيتيتد قوي، مش قادر يشيل المسؤوليه دي. فهي محتاجه صبر ومحتاجه كومنتس من البيرنتس وكومنتس من المدربين بتوعهم طول الوقت، وتوجيه صح للستريس النفسي اللي بيتعمل ده. ازاي اقدر افكر في الهدف اللي انا عايزه اوصل له؟ ازاي اقدر ما يفرقش معايا مكسب او خساره، ابقى دايما عارف احقق اللي انا عايزه من غير ما ابص اشوف انا اجتهدت قد ايه، اعرف اقيم ادائي مش بقيم نتائج في الاخر. فده بيعلمهم كونسبت مهم قوي في حياتهم، ان هو لازم اجتهد، لازم اعمل احسن حاجه عندي ريجاردلس بقى في الاخر انا وصلت لايه، بس ما دام انا عارف اعمل اللي عليا. فدي حاجه قويه جدا جدا، بحس ان هي مش سهل حاجه في حياه ولادنا كتير تعلمها لهم، بس لعبه فرديه زي رياضه التنس تقدر تعلمهم حاجه زي كده. التدريبات بيبقى وقتها كبير جدا، ازاي بتقضي الوقت ده؟ الحقيقه احنا نص يومنا في الشغل والمدرسه والنص التاني في الملعب، فاحنا عندنا الملعب ده جزء كبير قوي قوي من حياتنا. وساعات كتير بيحصل ان تمارينهم ما بتبقاش متوافقه بالظبط في نفس التوقيت، فانا بضطر مثلا لو التمرينه 3 ساعات لعمر و3 ساعات لليلي، فتو اند اب في الاخر ان احنا قاعدين 5 او 6 ساعات في الملعب. فحياتنا كلها الحقيقه بتتنقل للملعب. انا دايما عندي شغلي الحقيقه ما بينتهيش بخروجي من مكان شغلي، دايما بيبقى ممتد لما بعد كده. عندي ممكن ايميلز برد عليها، يعني شغل بشتغله على اللابتوب ببقى قاعده بشتغل، بريباريشنز لحاجات في شغلي بقى محتاجاها تاني يوم. فمعظم الوقت وهم جوه الملعب انا ما اقدرش اضحي الحقيقه بالخمس ست ساعات دول اون ديلي بيزز ان انا ابقى عندي وقت قاعده بس قدام الملعب، فعشان اقدر احقق لهم اللي هم عايزينه وانا كمان احقق نجاحي في الكارير بتاعي ببقى لازم استغل الخمس ست ساعات دول بطريقه بوزيتيف. معظم الوقت بيبقوا بصراحه ايام الشغل بيبقوا للشغل، يعني ممكن ابقى قاعده برد على ايميلز، بشتغل على الكمبيوتر، وطبعا طول الوقت بتابعهم على في الملعب، وهم كل شويه لازم تتشاك مامي بص علينا ولا لا، فهم دايما حاسين باللينك ده ان انا لازم ابقى ابص عليهم ولازم اخد فيدباك من الكوتشز بتاعتهم بعد التمرين، لان هو ده اللي بيحسسهم انه احنا مش مهملين. يعني لان انا طبعا جزء كبير جدا من وقتي بيبقى رايح للشغل، فبحاول على قد ما اقدر اعوضه بان هم يحسوا ان ايفن وانا بشتغل هم المين كونسرن بالنسبه لي. لو ما عنديش شغل ساعات بقوم اتمشى في التراك شويه، عندنا تراك كبير قوي قوي في النادي، فممكن اخد اصحابي ونتمشى شويه، وممكن بقى المامي تشات الطبيعيه ان احنا نقعد، ودي بيبقى يعني بتمنى ان انا اخلص كل اللي ورايا عشان يجي لي السبيس ده اعرف اقعد، يبقى عندنا الوقت ان احنا نعمل التشاتس دي. ومش عايز اقول لك انه بما ان احنا اون ديلي بيزز بنتقابل كامهات هنا، فاحنا بقينا عيله مع بعض وبقت العلاقات ما بيننا قويه جدا جدا. فاللي هو يعني وممكن يحصل ان اي ام عندها ظروف ومش موجوده، الامهات التانيه تلاقيش احنا موجودين وبنشيل معاكي، فتحسي ان احنا كل الامهات كده بيأزروا بعض بيشدوا من ازر بعض زي ما بيقولوا. فالحمد لله دي حاجه انا محظوظه ان انا عندي تيم زي كده بنتعامل معاه. طبعا لازم اتكلم عن دور الام الهايل. بتكلم النهارده عن مامة ليلي وعمر. طبعا هي بتقوم بدور جبار، ما اقدرش انكر ان هي عندها مهمه صعبه جدا. عندها مثلا البنت ليلي بتلعب تنس وبتلعب باليه، عندها عمر لعيب تنس جامد قوي وبيلعب لعيب هوكي كويس قوي، فطبعا ان هي تقدر توفق بين الحاجتين دي مش حاجه سهله طبعا على اي حد، خاصة ان الولد بيلعب مثلا في منتخب هوكي وبيلعب في فريق النادي، البنت بتلعب في فريق النادي في الباليه وبتلعب في المدارس بتاعة النادي وقريب ان شاء الله هتكون في الفريق، فكل حاجة من دول ليها التزامات. وطبعا هي عليها دور كبير من حيث بقى موضوع ان هي التغذية بتاعة الولاد ازاي تكون مظبوطة في خلال اليوم وعلى مدار الاسبوع، وازاي تقدر تنظم مواعيد التمارين تنس وهوكي وتنس وباليه، طبعا كل ده مش سهل عليها. ده بجانب طبعا هي ظروف شغلها ان هي طول الوقت مشغوله وبتقدر توفق ده كله، بتقدر تجهز للولاد لانش بوكس يلحق ياكل قبل التمرين ومعاها لبس التمرين، الولد بيجي من المدرسه او البنت يا دوبك يلحق ياكل حاجه وينزل عشان يتمرن، فكل ده مش حاجه سهله. فطبعا هي قايمه بدور هايل طبعا. اللي احب اتكلم فيه تاني ان هي اي واحده ممكن تقدر تستسلم قدام كل المشاكل وكل ده مع ظروف شغلها،
لا بس هي بصراحة بتقوم بدور هايل، مواعيد التمارين ما بتفوتش حاجة، على قد ما تقدر واقفة مع الولاد لو في أي سفر أو في أي بطولة دايما معاهم، بتشجعهم واقفة وراهم في كل حاجة، بتسابورت سواء بقى بالكلام أو بالهدايا أو بالحاجات دي كلها. فحقيقي هي قايمة بدور عظيم ومحدش يقدر يقوم بيه بصراحة، مش حاجة سهلة خالص. ازاي بتحققي المعادلة الصعبة ما بين الواجبات والمذاكرة والتدريبات أثناء الدراسة؟ الحقيقة هي فعلا معادلة صعبة ومش سهلة أبدا، وخصوصا إن هي سنة عن سنة كل ما الولاد بيكبروا كل ما المعادلة دي تبقى أصعب، لأن لود الهومورك بتاعهم والمذاكرة بتاعتهم والأساسمنتس والبروجكتس اللي بتطلب في المدرسة وكل الشغل اللي بيطلب منهم بيزيد سنة عن سنة. يعني أما كانوا الأول صغيرين KGs وGrade 1 وGrade 2 كانت الهومورك سهلة بسيطة ممكن نص ساعة نكون مخلصين. أنا دلوقتي ابني الكبير Grade 8 وبنوتي Grade 5، فهو لا لود مذاكرة محتاج منهم هم إحساس بالمسؤولية، يعني أنا لوحدي أنا ما أقدرش أعمل ده. فهما الحل لكل ده ان احنا رتم حياتنا سريع جدا جدا وهم متفاهمين لده، ولو ما تفهموش انا مش عارف تو جو اون. يعني احنا الحل الوحيد ان هم يبقوا فاهمين ان احنا ما عندناش وقت نضيعه. يعني احنا بنرجع من المدرسه لو حصل ان احنا التمرين متاخر شويه وكان في اوبشن ان احنا نروح بعد المدرسه، فهم فاهمين ان هم هنخش هنغير هنتوضى هنصلي هناكل بسرعه اللي هينفع يخلص من الهوم ورك. تايم مانجمنت رهيب بقى، ان احنا مين في الهوم ورك ينفع يخلص فنختار اللي هينفع يخلص، والتاني نشوف مين اللي هناخده معانا رايحين بيه النادي عشان اكيد هنكمل مذاكره في النادي، مين اللي هيستنى، ممكن تايم بلاننج بقى ان احنا لا ممكن ده يستنى لبكره، ده هيتعمل في العربيه الصبح. يعني الحقيقه طول الوقت احنا وي ار اون تاسك، يعني بنشتغل، يعني سواء بقى في البيت هنا في النادي لو حد فيهم شغال في الملعب والتاني قاعد بره لازم الوقت ده يبقى مستغل، لو عندنا في العربيه الصبح ده وقت مهم جدا جدا للمراجعه عشان احنا دي النص ساعه اللي بنقعدها نركز مع بعض ممكن قوي في العربية، يعني طول الوقت التاسك دي شغالة. فما بنقدرش نقعد القعدة اللطيفة بتاعت ان احنا هنقعد 3 ساعات نحل الهومورك، لا مش هينفع. ولو ابتدينا بريت بطيء هم عارفين ان احنا مش هنلحق نخلص، وكان تشويس واتفاق ما بيننا من الاول انه هتقدروا تكوب الاثنين مع بعض بان انتوا هتبقوا ملتزمين هتبقوا الباترن بتاع حياتكم سريع هتحققوا ده اوكي، مش هتقدروا انا هيبقى عندي تويس تاني ان انا للاسف هقدر هنستغنى عن حاجه من الاثنين. فهم فاهمين قوي اهميه الرياضه والمذاكره. اول حاجه هي ماما بتصحى الصبح الساعه 6 بتعمل لنا فطور وكده وبننزل معاها المدرسه وبتنزل هي الشغل ونخلص بنروح واخدانا يكون معانا لبس النادي واخدانا لغايه هنا النادي بناكل وبعد كده بنلبس وننزل التمرين وبعد التمرين نعمل اللي ورانا بعد كده ننام. يعني هي وهي كمان دايما بتحاول اللي هي تاكلنا اكل صحي. طبعا دور اهلي في البيت ودور البيت معايا كان دور مهم قوي بعيدا عن النادي وكل حاجه، وكان اهم حاجه تقريبا تساعدني في الحوار ده ماما ان هي تقريبا مركزه في اكلي مركزه وقت نومي مركزه معايا في ان انا ما ركزش على تليفونات كتير او كمان مواتش كتير، هي اللي بتحاول تجيبني التمارين هي اللي بتظبط لي مواد التمرين مع المدربين هي اللي ممكن تشترك لي البطولات، هي شايله عبء كتير قوي عن في البيت عشان تركز معايا في موضوع بطولاتي وتماريني. احنا عندنا يعني التمارين ايام المدرسه بتبقى شاقه شويه ان انا مثلا بخلص مدرسه الساعه 3 ما بتخلص شغلها الساعه 4، انا التمرين بيبقى عندي الساعه 6 فما عنديش غير ساعتين، فبضطر ماما بتيجي تضطر تاخدني من المدرسه هي شغاله معايا في نفس المدرسه تاخدني من المدرسه يجي جري على النادي عشان الحق اكل واغير وانزل التمرين. الواجب ممكن اعمله لما اروح بعمله ساعات في الطريق يعني بس بحاول قد ما اقدر ان انا ما افوتش واجبات والكلام ده عشان ده برده بيأثر عندي في المدرسه. ساعات كنت والتمارين برضو بتخلص ممكن نتأخر يعني الساعة 12 والساعة 11، فكان موضوع صعب ان احنا ساكنين بعيد عن النادي فبنتأخر شوية في التمارين. المسؤولية اللي بتعلميها ليلي كبنت بتختلف عن المسؤولية اللي بتعلميها العمر، عايزاكي تعرفينا ايه الفرق ما بين الاثنين. لا بصي مادام ابتدينا رياضة وابتدينا اللايف ستايل ده فما عنديش ولد وبنت، احنا كلنا هنشيل المسؤوليه ودي كانت رول كلنا متفقين عليها، اللي بيقدر يعمل حاجه هيعملها. هو بما ان عمر اكبر من ليلي، عمر اكبر ب3 سنين ونص، فباي ديفولت هو شايل مسؤوليات اكتر منها بقدر اعتمد عليه فيها شويه. هي كمان هتشيل مسؤوليات، يعني ده الديل ما بيننا، مفيش فكره ولد وبنت، مفيش فكره هي هتعمل عشان هي بنت وانا مش هعمل عشان انا ولد، هو احنا اللايف ستايل لازم كل حد فينا هيشيل جزء من المسؤوليه.
فدخلين معايا في كل حاجات البيت بقى، يعني اللي يقدروا يعملوه بيعملوه. ما ببصش خالص لفكرة لا هو ولد مش هيشتغل، بالعكس. ليلي مثلا هتملى البوتلز عشان نازلين، عمر بيحط اللانش بوكسز، انا غسلت ممكن حد يطلع الغسيل ينشره مفيش اي مشكلة. كل الحاجات اللي تقدر تتعمل في البيت هما الاثنين يقسموها عليهم، اللي بيقدر يعرف يعمل حاجة بيعملها، فبتخلي الدنيا تمشي وتخلي اللايف ستايل اسهل ان شاء الله. يعني طبعا لما ابتديت اخد بطولات ماما كان ليها دور انها بتوصلني بطولات، بتحضر معايا بطولات، بتشجعني، دايما واقفه في ظهري لما بخسر، بتساعدني، بتحاول دايما ان هي تعلي مستوايا، بس معنويا مش تفيدني قوي تكنيكال، بس تحاول يعني تعلي مستوايا معنويا. طبعا كان ليها دور قوي في مهم في اخلاقي في الماتشات، اللي هو النرفزه، الزعيق، الكلام الغلط مع الحكم، نرد على الولد اللي قدامي وحش ما سلمش عليه في اخر ماتش، الكلام ده كله كنت ممكن اعمله في الاول، بس يعني دلوقتي بقى ملغي تقريبا من مخي خلاص. يعني بقى اكسب اخسر مش فرق، انها كده كده في الاخر رياضه، والرياضه بس بتساعدنا احنا نبني جسمنا ويبقى عقلنا شغال اكتر، ما نضيعش وقتنا في حاجات ملهاش لازمه. ايه النصيحة اللي بتوجهها لكل ام وتقول لها من خلالها ان الرياضة مهمة لأولادها مهما كانت الصعوبات اللي هتقابلها؟ النصيحة اللي اقولها لكل ام انه الموضوع مش سهل، بس هو مستاهل العناء اللي بيحصل فيه، لان الامباكت بتاع الرياضة دي على شخصية اولادهم في الاخر، هم في الاخر هيحسوا بالفرق ده وهيلمسوه في كل مجالات حياة اولادهم. وبعدين هم لازم يبقوا عارفين ان الطاقة دي هتطلع في الرياضة بطريقة صحية ومنظمة وفي healthy atmosphere زي ما بنقول، أحسن بكتير ما تطلع طاقة بطريقة سلبية في أي مجال آخر، وخصوصاً إن الولاد لما هيخشوا على دلوقتي المغريات كتير قوي بقى، بلاي ستيشن طول النهار قاعدين بنلعب، لو ما نزلش التمرين هنبقى بنلعب بلاي ستيشن، لو ما نزلش التمرين هنبقى قاعدين بنتفرج على كرتون، لو ما نزلش التمرين كل التشويسز التانية معظمها هتبقى غير صحية للولاد ومش بتفيدهم في حياتهم في حاجه، لان للاسف احنا كلنا اللايف ستايل بتاعنا دلوقتي ما بقاش ينفع ان احنا نقول انا ديلي هعمل بلان لولادي اخرجهم، او ديلي هعمل بلان لولادي يستفيدوا بالوقت بطريقه صحيه. فالرياضه بتجبرني وبتجبرهم ان اللايف ستايل بتوجه في الحته دي، الحاجه الصحيه اللي بتفيدهم، فبتشيل خالص التشتيت بتاع الحاجات الغلط. ولازم مش هتقدري لوحدك كأم تشيلي المسؤوليه دي، لازم تقسمي المسؤوليه عليكي وعلى الولاد، هم يبقوا فاهمين ان ده ليهم ولمصلحتهم، وان هم لازم يشيلوا معاكي المسؤوليه دي، ويبقوا فاهمين قد ايه ده ليه امباكت مفيد على حياتهم قدام، فبالوقت هيبقى كلنا بنتعلم مع بعض احنا والولاد. انا عايزه اقول لها شكرا يا امي، احب اقول لهم شكرا يا بابا وشكرا يا ماما. أستاذة داليا شرفتينا وكنا سعداء بيكي جدا النهارده. ميرسي، انا الاسعد بيكي، شكرا. وبكده انتهت حلقتنا النهارده، وانتظرونا في حلقه جديده مع بطله جديده من البطوله امهات.